السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العشر الأواخر من رمضان، ربنا يتقبل مننا الصيام والقيام يا رب العالمين، وندرك ليلة القدر ويتقبل مننا الدعاء يا رب. النهاردة هنتكلم عن صلاة التهجد. تعتبر صلاة التهجد على أنها إحدى الصلوات المميزة التي يقوم بها المسلمين، كما أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست فريضة، يعني من صلاها يجبر على فعلها ومن تركها ليس عليه شيء. وهي بتصلى بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، ويفضل أن تصلى بين منتصف الليل والفجر، أي في الثلث الأخير من الليل. وهي على الرغم من أنها سنة مش فريضة، إلا أن كل المسلمون بيحاولوا أن هم يصلوها علشان يحصلوا على الحسنات والمغفرة والثواب والتقرب من الله عز وجل. طيب، صلاة التهجد أول حاجة أنا بستعد للصلاة وبنوي عليها. أنا يعني هقول لكم كيفية الاستعداد لصلاة التهجد. بنستعد ليها، بنوي، بظبط المنبه، حد بيصحيني، بتوضأ وبصلي. هي بتصلى ركعتين ركعتين، كل ركعتين بنصليها عادي ونسلم وكده، يعني ركعتين ركعتين ونسلم. هي ممكن تكون ركعتين أو أربعة أو ستة أو تمانية ركعات أو 10 ركعات، وبعدين بنقوم ختمين بركعة الوتر. ولكن من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيصلي التهجد 13 ركعة. وكمان يمكن أثناء أداء صلاة التهجد إطالة السجود والدعاء والحمد والثناء على نعم الله التي أنعم بها علي، وطلب العفو والمغفرة من الله. ويمكن أن نصلي مع العائلة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هو السيدة عائشة رضي الله عنها وأوصى بذلك الأزواج والزوجات بأن يؤدوها معا، يعني إحنا نصليها كعائلة مع بعض، بيبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إيه هي أذكار صلاة التهجد؟ في أذكار في الركوع ممكن نقولها: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظامي وعصبي الله لله رب العالمين. أذكار ما بعد الرفع: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ونقول أذكار السجود: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونقول كمان الأذكار اللي بين الجلسة بين السجدتين، نقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. شكرا، وكل عام وأنتم بخير، وأعاده الله علينا باليمن والبركات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.